معنا اليوم أحد قصص نجاح العميل سولز دارك سولز تابعوا معنا كلمة السر زغلول طمن. دارك سولز قادر على اداء المهمه وراح نساوي اعلى اوفر كلوكينج دارك سولز حياه الجيمرز في الشرق الاوسط كلها معتمده عليه ماشي سيدي اوكي بيس بيس الله يرحم جدك بس دارك سولز قد هالتحدي لانه اليوم راح نعمل لكم اول معاينه عربيه لماذر بورد او لوحه ام ماكسيموس 9 ابيكس من اسوس هاي اللوحه اخذت جوائز عديده بكسر السرعه او الاوفر كلوكينج خلينا نشوف هل هي قد هالجوائز ولا لا دارك سولز ورجينا شو بيطلع معها اهلا وسهلا فيكم في الريفيو الخاص بماكسيموس 9 ابيكس احدث ماذر بورد من ايسوس ريبابليك اوف جيمرز الماذر بورد عليها تشيب زد 270 بالتالي تدعم معالجات كيبي ليك الجديده واليوم راح نختبرها مع معالج الاي 7 7700 كي لانه الماذر بورد مفروض تكون من افضل الماذر بوردات الموجوده في السوق لكسر السرعه ودعم ترددات عالي جدا للرامات تصل ل 4200 ميجاهرتز. هرتز الماذر بورد البي سي بي تيجي باللون الاسود ولكنها بتدعم الار جي بي كلرز اضاءتها بتجنن بالاضافه للونها الجميل ما راح نتغزل فيها راح نشوف ادائها كيف هيت سينكس وبتحقق اداء ممتاز جدا وهسه خلينا نعمل انبوكسنج ونشوف محتويات الصندوق وبشكل سريع انا عارف راح احكي بسرعه بس سامحوني اذا ما عملت هيك راح يكون الفيديو هذا طوله تقريبا ساعه اول قطعه بنلاقيها بالصندوق اللي هي البريدج تبع الدم دوت راح نشرح بالتفصيل بعدين شو الهدف منها ووين نركبها وكيف الكوستر تبع كاسات مانيوال للمذر بورد في عنا بروموشنال كود من كي اللي هو كيبل مودز 20% خصم اونلاين سي دي وستيكر للكيس موجود عندك في استيكرات موجوده تحت على اساس لجواز السفر بامكانك تستخدم اماكن اخرى، Personalization بليت بامكانك تقص اسمك وتحط اللوجو تبعك على الكيس جميل جدا وبضوي من ورا، في عنا الكيبلات تبعت الساتا، في عنا الاورا اللي هو كيبل تبع ال جي بي ال اي دي لايتنج، الكونكترز تبعت الكيس، في عنا براغي اللي بتدعم ثري دي برنتنج الكيس هاي ممتازه جدا، في عنا الكويك كونكتر للسي بي يو، بريدج الاس ال اي الهاند باندويث جميل جدا، الباك بليت اي او بانل في الصندوق مش عارف اذا انتبهتوا بعد كولا كو لا لو اطلعنا كويس على المذر بورد بنلاقيها بانها مقصوصه بشكل على شكل حرف اكس غريب جدا هاي صح ولا لا؟ بالعكس هاي من اكسوس على اساس انهم فعلا يعطوا منظر جمالي للمذر بورد بحيث انه فعلا هاي مخصصه للجيمز او للاكستريم بيرفورمانس جميله جدا مقارنه مع الديزاينات الثانيه الموجودات للمذر بوردز الموجوده في السوق من نفس الطراز او من قريبه طيب خلينا نلقي نظر على المذر بورد هاي السوكت ال1151 اللي بركب عليها الكيبي ليك والموجود حواليها في عندنا 10 اه شوكس خلينا نعدهن على اساس الموسط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عشان باور ديليفري والدي بلس وفي عندنا هيت سينك معدنيه على اساس تعمل ديسيبيشن للحراره ما تتراكم الحراره عندنا هاي هون ترتفع درجه حرارتها ترى نعمل فحص اليوم على الثيرمال كاميرز في عندنا تو دم سلوتس لا اللي هو الرامات تدعم لسرعات عاليه جدا فوق ال 4000 4233 هاي الدم دوت 2 للاس اس ديز من الجهتين راح يركب على البريدج راح نفرجيك شو الهدف منها بعد شويه الزد 270 تشيبسيت برضو عليه هي سنك معدني عشان يشتت الحراره لانه هاي التشيبات ممكن كذلك الام ترتفع ما بترتفع كثير ولكن بتساعد البي سي اكسبرس اللي هو الاكس 3 موجوده في عندنا سته ثلاثه مبطنات معدنيا وهاي هي الشريحه اللي قلنا لكم تحطوا عليها اسمكم وبتضوي وبتكون تعمل بيرسوناليزيشن بالزاويه اليمين من فوق في عندنا متخصص الاكستريم اوفر كلوكرز بالنيتروجين السائل والمتقدمة جدا بس في اغلب الازرار ممكن نستخدمها في ستارت بتن الريسيت بتن لغايه هون بس لا تستخدموا غيرها الابيض الريتراي والاحمر اللي هو السيف بوت في عندنا سنسورز للنيتروجين السائل بالاضافه لجامبر، هاي ساعه الاكواد تبع الكمبيوتر مفيده جدا في عندنا هون كبسات الخاصه بالبي سي اي اكسبرس لينز والدم تبع الرام لا تقربوا عليهن في عندنا هاي هون سنسورز الكونسنتيشن اللي هو التكثف باستخدام النيتروجين السائل وهذا البرغي الموجود عندنا هون في براغي كثير متوزعة على المذر بورد للطباعه 3 دي تطبع مراوح للدم دوت سلوت نشرح عنه زي ما احنا شايفين الدم دوت 2 في بريدج بركب عليه اللي هو القطعه هاي بركب عليها 2 اس اس ديز ام دوت 2 من الجهتين باحجام مختلفه مخرمات عشان دخول الهواء والاير فلو هاي الجهه كمان ذلك الامر بركب عليها عده احجام من الام دوت 2 اللي هو الاس اس دي وفي كونكتر هون وكونكتر على الجهه المقابله على اساس تقدر تركب اثنين مع بعض يكون في عندك اكستريم يوتلايزيشن للباند مباشره مع السي بي يو من غير ما تضيع اي من الباور موجوده بركب زي زي الرام فول بروف ما بي اي شكل انك تركب بشكل معاكس هون بالاس اس دي وعلى الجهه المقابله كذلك الان بالام دوت 2 مخرم على اساس الاير فلو الهواء بيدخل من هاي الجهه او بكاك تستخدم البرغي يكون في تبريد علوي للمراوح اللي بتيجي على الرام او من الجانب مسهله جدا فكروا فيها جماعه ايسوس شوي لتحت في عندنا الفول سبيد فان كونكتر راح نجيب بالتفصيل المين باور كونكتر وفان هيدر في عندنا مولكس كونكتر اللي هو 3.0 اللي هو كونكتر والفور ساتا بورت المولكس بيعطينا زياده باور لكارت الشاشه اذا حبيت الفرونت بانل كونكتر وصل سهل الوصول له وفور ساتا كيبلز في عندنا جامبرز لللايت بارز الموجوده عندنا على الجهاز والام دوت 2 في عندنا اللي هو تزويد الطاقه للووتر فلو او السنسورات الموجوده للبمبات السبيكر uh, وفي عندنا اللي هو الـ الازرار الخاصه بالكيس السيموس سويتش uh, في عندنا يو اس بي 2.0 كونكترز بالاضافه للروج اكستنشن وفي عندنا اللي فان هيدر واخر شغله عندنا البطاريه زي ما شفنا في بداية الفيديو في عنا 3 اي Express Lanes أو Sockets محمية ومبطنة بمعدنيا على أساس أنها تقدر تحمل وزن زائد لبعض كروت الشاشة بالإضافة سي اي Express Lanes زيادة على أساس تعمل SLI أو تركب Preferences ثانية أو كروت ثانية بالمنطقة الوسط في عنا منطقة على أساس تحط النيم بليت أو اللوجو بليت تبعك بالإضافة للمنطقة الموجودة فوق عنا المضوية وهاي البراغي الخاصة بعملية التركيب في أسفل المذر بورد من تحت في عنا TPM اللي هو الكونكتر في عنا الأورا RGB LED Lighting اللي هو الكونكتر Full Speed Fan Connector وفي عنا اللي هي ال الكاباسترز اليابانيه تصنع الفول سبيد فان كونكترز بتشغل لك 12 فولت على الفان وهي ممتاز جدا في عندك ثلاثه موجوده على الكيس لونها جاي مخضر شويه ممتازه جدا هاي بالذات للاوفر كلوكرز في عندنا تو كونكتر للسي بي يو اللي هو اوبشنال فان والمين فان للسي بي يوز في عندنا اللانجارد بحمي البي سي بي اللي هو الايثرنت كونكترز من الكهرباء الزائده والسيرجز ممتاز جدا فوق في اعلى المذر بورد في عندنا تو اي 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 اكس اللي هو ال 12 فولت كونكترز على اساس انه الاوفر وفي عندنا 1 فول سبيد فان كونكتر بالاضافه لوحده موجوده على الجهه اليمين في عندنا كلير سي موس ابديت في عندنا بي اس 2 للماوس والكيبورد في عندنا اتش دي ام اي بالاضافه لديسبلاي بورت موجودات عندنا في الخلف في عندنا 3.0 يو اس بي كونكترز في عندنا كرت اللي هو مخرج الايثرنت وفي عندنا اللي هو 3.1 جن 1 بالاضافه للسي تايب اللي هو يو اس بي 3 والاوديو كونكترز موجوده عندنا في خلف المذر بورد وفي الخلف المذر بورد في الخلف يعني مش كثير انترستنج ما في شيء بس فيها الاي دي لايتينجز، ال اي دي الموجوده عندنا اللي بتعطي الاضاءه الجميله جدا للكيس على عادتنا في قناه كمبيوتر جربنا كل شيء وعملنا تيستنج واختبارات اليوم اختبرنا الاي 7 7700 كي بي ليك على المذر بورد الممتازه هاي الحلقه ما راح يكون ندخل فيها كثير بالتفاصيل لانه وصلنا لسرعات عاليه جدا راح يكون في حلقه خاصه عن الاوفر كلوكينج وفرجيكم قديش المذر بورد هاي وصلت سرعات على الكرت على السي بي يو هذا الرام استخدمنا رام بسيط هون, هون للاختبارات الموجوده اللي هي دومينيتر بلاتينيوم 2800 سرعته بس المذر بورد هاي دعمت رامات سرعات عاليه راح يكون في حلقات خاصه ل 4200 ففوق ال 4233 ميجا المذر بورد الموجودة عندنا ال 1080 باور سبلاي 200 All-In-One Water كولر بالاضافة ل SSD دي كارد رح نستخدمها استخدام تركيب القطع الموجودة عندنا هون رح نكون نسرع البطاقة الفيديو على اساس نفرجيكم عملية التركيب للتست ريج الموجودة عندنا اللي هو خارجية كانت على الاوبن اير كولر وبنفس الوقت احنا قاعدين بنفرجي الفيديو هذا عشان في شباب كثير كانوا يسالونا بانه انتم كيف تقدروا تعملوا تستينج للقطع اللي بتيجوا عندكم هون حبينا اليوم نفرجيكم انه تستينج سريع للمذر بورد الموجوده عندنا لانه هاي المذر بورد روتيشن المفروض تكون وايسوس المفروض يبعثوها لتسترز ثانيين موجودين في السوق على اساس انهم يعملوا لها ريفيو ويعملوا الاختبارات واحنا كنا كثير مبسوطين ان كنا اول ناس وصلت من المذر بورد اختبارات في دوله الامارات العربيه المتحده بالاضافه للوطن العربي على حد علمنا بالتالي احنا شاكرين شاكرين جدا ايسوس على ثقتهم فينا على اساس ان نقدر نعمل تيستينج للمذر بورد الرهيبه هاي اللي فعلا حققنا فيها كثير من الاختبارات وبالاضافه لقبل ما نبلشنا عمليه اللي هو تيستينج قمنا بعمليه فلاش بايو لاحدث بايوس من ايسوس عمليه الفلاش سهله جدا تاخذ فلاش بتحط عليها اخر بايوس موجود عندك وبتعمل اللي هو الزر الموجود للفلاش بايوس الموجود عندنا في الخلف او بامكانك تدخل على اليو اف اي الانترفيس في بدايه تشغيل جهاز الكمبيوتر وتحدث البايوس بس احنا هنا بنستخدم الطريقه الافضل والمثلى لعمليه تحديث البايوس هي تأخذ وقت كبير جدا واختصارا هذا الوقت بضل يعمل فلاشينج اليو اس بي لغايه لما يوقف الفلاشينج معناته انه اوكي انت حدثت لاخر بايوس موجود عندك على المذر بورد جاهز عملية الاختبارات وشايفين السيت اب قديش جميله جدا والار جي بي الاورز لايتس عامله جو ممتاز جدا قبل التسليم اوكي عمليه التستنج بلشناها بطبيعه الحال دخلنا على البيوس بلش نغير بالاعدادات على اساس انه نعمل كسر سرعه بالاعدادات المختلفه وراح يكون في حلقه خاصه عن كيفيه الكسر السرعه على الكيبي ليك اللي 7700 والسرعات اللي قدرنا نوصلها اليوم زي ما قلنا راح نكون بشكل سريع اللي هو السرعات المبدئيه الجهاز اوتوماتيكلي بيعمل بوستنج ل 4.5 جيجا سرعه السي بي يو بيجي من مصنع 4.2 المذر بورد بطبيعه الحال كان باور ديليفري فيري سموث وهي اول اختبار كان عندنا الايدا 64 بيعمل عمليه ضغط كبيره جدا على السي بي يو على اساس يشوف درجه الحراره بيشتغل 100% لمده ساعه درجات الحراره كانت ممتازه جدا علي ال5 جيجا عملنا له اوفر كذلك الامر كان الضغط كبير جدا على السي بي يو ولكنه اشتغل بشكل ممتاز جدا على المذر بورد هاي بتامن stability في الفولتج اللي بيصل للسي بي يو ما كانت السرعه الحراره مرتفعه جدا في وسط السبعينات على 5.1 بلشت ال وعلى 5.2 اقصى شيء وصلنا له 5.3 بس ما كان ستيبل 5.2 كان ستيبل ولكن الحراره اقصى سرعه بالاي All in 1 اللي هو الاتش 100 اي في 2 اللي كانت موجوده عندنا ما في كان عندنا ووتر كولينج نقدر نطلع على 5.3 ونخليها ستيبل فبالتالي حلقات جايب باذن الله راح نفرجيكم كيف قدرنا نكسر السرعه على 5.3 بس خليها مفاجاه الكاميرا الحراريه اللي استخدمناها على اساس نشوف قديش حراره المذر بورد على 5.1 جيجا اقصى حراره وصلت 38 رائعه جدا الكاميرا الحراريه الموجوده عندهم بتفرجينا توزيع الحراره الموجود عليها بالتشغيل وبعدين لما نطفي المذر بورد اللي هو سوري الايدا 64 اللي كنا شغالين تست لمده ساعه كامله على المذر بورد هاي نشوف قدي كميه الضغط الموجوده عليها وهاي السرعه مقدمه ل 1000 هون طفينا التست شوف قديش المذر بورد بلشت تبرد والحراره تتناقص بشكل كبير جدا الهيت سينكس الموجوده على الفي ار امز وعلى التشوكس على اللي بتوفر الطاقه للمذر بورد ممتاز جدا وتعمل هيت سبيشن رائع جدا الاختبار كان اللي كان ساين بنش ليش احنا بنستخدم الساين بنش للسي بي يو كذلك الامر في سي بي كثير احنا اخر واحد عملناه اتوقع كان اللي هو 6850 كي الاكستريم اديشن للبلاتفورم الاكس 99 كانت عندنا النتيجة على الساين بنش تقريبا 1200 يا جماعة الخير السي بي يو هذا على البنش مارك اللي هو الـ 5 جيجا هرتز قرب كثير من ال 6 كور وال 8 كورز يعني هذا السي بي يو وصل على ال 5.0 جيجا هرتز وصل تقريبا 1072 73 هسا بنشوف النتيجة مع بعض بالتالي هو قريب جدا على الرغم من انه السي بي يو الثانية هذيك كانت بلاتفورمز او كورز اثنين زيادة عنه ولكن السرعة هاي ساهمت كثير بتحسين الاداء وتحصيل مستويات اداء عالية جدا على 3 دي مارك اللي هو الفاير سترايك وصلنا 18330 والفيزكس سكور اللي موجود عندنا هون كذلك الامر قريب جدا من معالجات الاكس 99 موجودة 6 انويه 8 انويه البي سي مارك الموجود عندنا كان 9080 واحنا ما كثير كثرنا التستات السنثيتكس الموجوده عندنا في ناس كثير بقول لك خير يا طير يعني انتوا هاي الاشياء ما بتفيدنا لا على الجيمز شوفوا عملنا اختبارين بين 5 جيجا هرتز و 4.1 جيجا هرتز بالالعاب الام ام اوز كثير تعتمد على السي بي يوز في العاب كثير ما بتعتمد على السي بي بالام ام اوز تعتمد على السي بي كان في فرق 20 ل 30 هاي دوت 2 20 ل 30 فريم بير سكند اكيد بتختلف من جهاز الى اخر واستخدام الى اخر ولكن وولد اوف وور كرافت دوت 2 الالعاب المجت... اللي بتعتمد كثير هيفي على السي بي يو راح تلاقي فرق كبير جدا في كسر السرعه بين اداء هاي الجيم بالسرعه الاعتياديه الستوك سبيدز والاوفر كلوكينج سبيد اللي كانت تستخدمها فالامر بيعزز من تنافسيتك وبيكير اداء اللعب الموجود عندك اوفر ووتش على 5 جيجا شفنا تقريبا من 5 الى 10 فريمات مرات وصلت 20 فريم زياده على كسر السرعه رغم ان اوفر من الجيمز اللي مش كثير ريلايبل على السي بي يو ولكنها مش كثير 3 دي ديماندنج كذلك الامر اكثر جيم احنا بجوز الجيم اللي بعدها شفناها بانها تاثرت بعمليه الاوفر كلوكينج الاوبر وولد العالم المفتوح الجيمز فيها العالم المفتوح وفيها جرافيكس ومابس كثير معقده وبتطلب كثير اوبريشنز من السي بي يو بالاضافه اعتماد على الاس واخر جيم تقريبا طلعت اللي هي كانت اللي هي واتش دوجز 2 للاسف كان ريفا تونر مش بدعمش الاوفر واتش 2 لانها كثير جديده ما عندنا اللي هو البنش ماركينج للفريمز بير سكند ولكن فرق الاداء كان حوالي 30 فريم بالثانيه ما بين ال 4.2 وال 5 جيجا هرتز اللي هو كسر السرعه زي ما احنا شايفين يا جماعه الخير الجيمز في كثير من الجيمز تتاثر بسرعه السي بي يو على الرغم من الناس كثير بقول لك لا الجيمز ما تتاثر لا تتاثر الاوبن وولد الجيمز اللي بتعتمد على الـ 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 الاداء الخاص بالسي بي يوز في بتعلق بالاوبن وولد وال اوز كثير بتاثر بالسي بورد جماليتها عاليه جدا زي ما احنا شفنا الار جي بي لايتنجز الموجوده تضفي لاداء السرعه احنا الجائزه رح نعطيها اول جائزه فخورين نعطيها جائزه العقال الذهبي افضل لوحه ام زد 270 لكسر السرعه والالعاب بنفس الوقت فبالتالي المذر بورد هاي رهيبه احنا بننصح فيها للجميع المذر بورد رح تنزل, تنزل للاسواق قريبا جدا رح نعطيكم السعر بالرابط لما نحصل عليه من ايسوس بصراحه المذر بورد بتستاهل فعلا جائزه العقال الذهبي واحنا فخورين نعطيها اول جائزه في قناه كمبيوتر لادائها المتميز يزق <applause> نصله ان شاء الله راح تكون في حلقات مستقبليه راح نتابع على المذر بورد في كل عمليات التست الموجوده عندنا اذا عجبكم هذا الفيديو اعملوا لايك اعملوا سبسكرايب خبروا الشباب على القناه يا جماعه الخير اساس نضلنا نقدر نعطيكم كونتنت جديد ومميز مثل هذا الكونت اللي قدمناه له اليوم شكرا لشركنا في اسوس والسلام عليكم ان شاء الله نلتقي في حلقه جديده وسلام يا شباب